اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم على الستات اللي بتبقى عندها رغبه تتعاكس، اللي هم بابا بقى مظبطين نفسهم، عاملين فيلر، نافخين شفايفهم، حاجات زي كده. طبعا انا هحكي لكم على موقف. كنا قاعدين تقريبا من كام يوم كده على كافيه في مول في دبي، فاحد الصديقات كانت قاعده معانا، فبتقول لي هو انا أعد شكلي جميل يعني ولا لأ؟ طبعا احنا كبتوع فراسة ما بنعرفش نميز بين الست الجميلة والست القبيحة غير بملامح الوجه، اما من شكل الجاذبية للشخص اللي قدامنا، فاكيد اكيد يعني احنا بنعمل مقياس اللي بتهتم بشكلها، بتحط الوان، بتظبط شعرها، كل الحاجات دي، فاحنا بنقول عليها جميلة. ليه؟ لان هي مهتمية بنفسها. فالمهم قلت لها طيب استني بقى ما نتكلم في موضوع ازاي ان انا ببقى لابسه كويس وحاطه برفانات ومظبطه نفسي، وليه ما حدش بيعكسني؟ طبعا بخلاف اي مكان في العالم، هنا زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان في دولة الامارات كل واحد بيبص قدامه، ما حدش ينفع يبص على حد، كل واحد في حاله، ما يستجريش واحد يعاكس واحدة هنا حرفيا يعني هيتنفخ. في بقى ناس بتحب انها تتعاكس، يعني هم عندهم رغبة ان هم حد يعاكسهم، سواء بقى في الشغل، سواء في الصداقات العادية، يعني بيبقى عندهم رغبة ان ايه واحد يعاكسهم. طبعا هنا كل مكان، كل مجتمع ليه وضعه، يعني مش كل الاماكن، يعني في مصر اي حد يعاكس حد عادي، عادي جدا. هو القانون بياخد مجراه، ولو واحد مثلا عكس واحده وراحت رفعت عليه قضيه بتاخد حقها وكل حاجه، لكن احنا كشعب، شعب طيب، يعني حد يتعاكس فهم كده كده بيتبسطوا لما يتعاكسوا. قالت لي انا ليه محدش بيعاكسني مع ان انا شكلي صغير، شكلي جميل، شكلي مقبول. تعال بقى نحط ايدينا على الموضوع نفسه. الجميلات اللي بيهتموا بشكلهم كويس جدا، اللي هم بيبقى حواجبهم مرفوعة، بيهتموا بشكلهم، بيهتموا بجسمهم، بجسمهم بيبقى شبه الساعة الرملية تقريبا، لأن هم ما بعكوش في الأكل، يعني مش بيجيب حلة محشي ويقعد دك تك 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 تك، وكل فترة والتانية بيروحوا كوافير، بيروحوا أماكن تجميل، حاجات زي كده. فالناس دي بتبقى مدركة جدا لقيمة شكل جسمها. عندنا اول ما بتبص لواحده زي دي، الراجل بقى بيبص لواحده اللي زي دي ازاي؟ يعني واحده جميله، واحده حلوه، واحده ستايل، واحده عندها جاذبيه عاليه، مهتميه بشكلها، مهتميه براحتها، كل الحاجات دي كله جميل جميل جميل، وما نقدرش نقول حاجه عنه. ما تيجوا بقى نشوف تفكير الراجل من ناحيه الست دي بالاخص. اول حاجه الراجل هنا لما بيعاكس بيبقى حاجتين بفكر فيهم، بين الست دي عاجباه وعايز يرتبط بيها او عايز يتعرف عليها. طيب اللي عايز يتعرف ده قلبه حديد، لان هو كده كده في الاول في الاخر هو مش خسران حاجة، لان هو مش ناوي يتجوز، فهو داخل ايه؟ داخل يتمرقع. اما اللي داخل بقى في علاقة جدية فده بيحسبها بمنظور تاني. طب نتكلم الاول على احتياجات الست دي. الست دي مهتمية بجسمها، مهتمية بشكلها، مش معنى كده ان هي شمال، لا، هي ما بتعملش الحاجات دي كلها عشان تبقى شمال، هي بتعمل الحاجات دي علشان تبقى اكثر جاذبية. فهي عايزة واحد يصرف عليها كويس، عايزة واحد يعيشها في المستوى اللي هي عايشة فيه، عايزة واحد يصرف عليها كويس، مش عايزة تتجوز وخلاص. تمام كده. طب نيجي بقى على النوع بتاع الرجالة. الراجل اللي بيدخل في علاقة جدية بفكر في الامور اللي انا هقولها لكم. هل مستواي الاجتماعي هينفع ان انا اعيشها ولا لا؟ هل هقدر اصرف عليها ولا لا؟ هل انا هقدر اخليها بالجمال اللي هي فيها دي ولا لا؟ ما انا اصل كل واحد المفروض ان هو بيصرف على مراته، يعني ما ينفعش ان واحد ياخد واحدة تصرف على نفسها او تصرف على نفسها وعليه، ما ينفعش. تعالوا بقى هنا نحس بطاقة الجسم. طاقة الجسم هنا بتعمل ايه؟ اولا انت اول ما تبص تلاقي اي واحدة ست، اي واحدة الحاجب بتاعها مرفوع مع ملامح الوش الطبيعية، مش ملامح الوش اللي فيها شذوذ وبق منفوخ لقدام قوي والحاجات دي كده بيدي ايحاء اصلا غير طاقة جسمها. طاقة جسمها
مجرد ان انت تبص في عين الست دي فانت بتعرف ان العلاقة فيها جدية. اما البنت التانية اللي انت قصدك عليها اللي انت بتشوفها في الشوارع كتير دي وبتشوفها في اي مكان وبتلبس اي لبس ونص جسمها ضايع وباين والكلام ده، اول ما انت بتبص لها بتقول بص تلاقي عندها البق اتفتح خلاص، حفة البق بتاعها هتلط ودانها من كتر السعادة اللي هي فيها، فدي كده سكة يا معلم، ودي شاور لها وانت لها هتجيلك عادي. اما التانية اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتقول انا ما بتعكسش ليه، لان وشها في جمود، يعني بتوصل رسالة للشخص اللي هيبص لها ده ان انا حد جد جدا، والحواجب اللي بتبقى طالعة عند الستات دي بتبقى طالعة وجاية بزاوية، فبتدي حق للسيطرة. يعني ايه؟ يعني انت كمان طاقة جسمك مش قادرة تقاوم قصاد طاقة جسمها. فنركز في موضوع الهالات يا جماعة، لان الهالات دي هي بتوصل لنا الرسالة الصحيحة. علشان كده بقى الستات دي محدش بيعرف يعكسها، الوش فيه جمود، مفيش ابتسامة لأي واحد والسلام، بتبقى المواضيع جدية معاها، الحواجب بتاعتها بتبقى مرفوعة، يعني حد بيسيطر، حد عند اول ما تبص على اي واحد حاجبه مرفوع هتلاقي على طول حاجب المرفوع ده لو قريب من بعضه يعني شخص عنده عبوس، اللي هو اول ما تبص له تلاقي ان هو عامل لك اسنانه كده زي الاسد لما بيطلع اسنانه كده، فبيعمل احساس للشخص المقابل ان انا حد مفترس، فانت لو اتكلمت معايا بطريقة مش عجباني فانت اتحمل اللي هيحصل لك. يبقى احنا نعرف السبب فين دلوقتي، ان انت ليه ما بتتعكسيش. يعني انت واحدة طالعة نفسك تتعكسي، انت طاقة جسمك قوية جدا، فكل اللي هيبصلك بيخاف منك، فتأثيرك انت بيبقى قوي عليه فما بيقدرش يستجري ان هو يتكلم معاك. غير كمان ان اصحاب الحواجب المرفوعة وكمان فيها زاوية، يعني مرفوعة وفيها زاوية، فالمرفوعة لوحدها دي بتدل على ايه؟ بتدل على ان الشخص ده صعب التواصل. يعني ايه؟ يعني ان انا مثلا مش هقدر اتصاحب على واحدة حاجبها مرفوع من اول مرة، فين علشان ان انا اتكلم مع واحدة حواجبها مرفوعة فما ينفعش اعكسها من اول مرة، لازم اتعرف عليها مرة بعدين. هي بتحب المدح عموما، وهي بتقول انا ما بتعكسش ليه، لان هي اصلا بتحب المدح، فموضوع المدح ده بيفرق معاهم شوية، فهي عايزة تتعاكس وحد يمدحها. انت بقى لو داخل بشكل جدي معاها ومن اول مرة قلت لها تيجي نتجوز مش هتوافق. ليه؟ لان هي اصلا مش بتتجوز كده وخلاص، هي عايزة وضع كده يكون في عواطف، في حب، في حد بيجاملها، في حد بيقول لها كلام حلو، فانت لازم تملى دماغها بكلام حلو الاول. كمان ان احنا ممكن نقول على الشخصية دي ان هي شخصية مش سهلة علشان نتعامل معاها، شخصية صعبة جدا 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 في المعاملة وصعبة الإرضاء، لذلك الناس بتخاف تعكسك علشان كل الصفات الموجودة فيكي. دي كانت حلقتنا، اكتبوا لنا بالتعليقات عايزين ايه في الحلقات الجاية، واللي وصل معانا للنهاية ما ينساش يعمل لنا لايك، واللي ما اشتركش لحد دلوقتي يشترك في القناة. سلام.